من قناة أخبار العالم نأتيكم بهذا الخبر الجديد من صنعاء وعنوانه: المبعوث الأممي يعلن عن اتفاق جديد بشأن مطار صنعاء والحصار الحوثي على تعز. أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس اليوم الأربعاء أنه تم التوافق على فتح مطار صنعاء وإنهاء الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز. وقال المبعوث الأممي في تصريحات له قبل مغادرته صنعاء أن اللقاءات التي أجراها مع جماعة الحوثي أفضت إلى الاتفاق على فتح الطرقات في محافظة تعز ومحافظات أخرى، مؤكدا أنه يجري التحضير لفتح مطار صنعاء الدولي وفتح الطرقات بين المحافظات وخصوصا محافظة تعز.